يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول توضأت ومسحت على الخفين، ولما دخلت المسجد لأداء الصلاة قمت بنزعهما، فهل صلاتي صحيحة؟ لا، إذا نزعت الممسوح عليه، إذا كان هذا قبل الحدث، نعم لا بأس. إذا كان أنك توضيت ولبست الخفين ثم لما وصلت المسجد خلعتهما وأنت ما بعد مسحت، ما في بأس. أما بعد ما مسحت فلا يجوز لك أن تنزع الممسوح إلا إذا كنت تريد أن تتوضأ، وإن نزعته بطل وضوءك. نعم.